نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وصل إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. تستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية والخدمات الصحية المختصة مش واصلة بشكل كامل. القوافل العلاجية بتحاول تعوض الخدمات دي، بنقدم العيادات التخصصية. عندنا النهاردة 11 عيادة تخصصية لجانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة. كل ده بنوفره للطبيب عشان يقدر يقدم الخدمة المطلوبة للمواطن بشكل كامل. أنا عامل تحليل هوتي وبقول العلاج موجود وكل حاجة موجودة، وبنكشف وقصته بتكشف وكله بيكشف ومحدش والله بروح من غير علاج. ربنا يخلينا الريس، وعايزين الكفالة كل مرة تيجي وهنا الناس كويسة والمقابلة حلوة.